linear absorption coefficient او الحاجه نفس الجهاز برضو بتاع جايجر سواء ده بقى او اللي هو الجهاز الثاني او الجهاز الثاني في عندنا سيكلس وعندنا مصدر جوه الجهاز بحطه عند الفتحه الرابعه من فوق بعد كده كل واحده من دول باتنين من عشرة السيكلس بتاعها 2 من 10 اول حاجه هشتغل خالص عند الصفر يعني انا مش حاطه اي سيكلس خالص هشتغل ده لوحده وبكون مظبطه التايم عن 30 والفولت عن 860 واعمل كاونت وريسيت 3 مرات واخد الايه القرايات بتاعتي وبعد كده اجيب المتوسط بعد كده هحط اول سيكلس 2 من 10 واعمل كاونت وريسيت برده 3 مرات وكل حاجه بتكون متظبطه واعمل كاونت وريسيت واخد 3 مرات واجيب المتوسط وبعد كده احط 2 مع بعض يبقى كده السيكلس 4 من 10 نفس الحكاية احط 3 مع بعض يبقى كده السيكلس 6 من 10 وهكذا لحد الواحد او 1.2 من 10 مش هتفرق يعني بس وبعد كده بعمل بعمل الجدول بالقرايات اللي انا خدتها وبعدين برسم علاقة ما بين الاكس وما بين لين الار داش اللي هي المتوسط اللي انا خدته من الثلاث قرايات بيطلع عندي خط مستقيم بس لتحت كده يبقى في عندي جزء مقطوع بجيب الميل بعد كده الميل اصلا بيبقى عباره عن الميول بيساوي الميول وبعدين عندي الاكس نص بتساوي سالب لين النص على الميول الميول دي اللي هي المسلوب عندي يبقى انا طلعت قيمه الاكس نص بس هو ده الغلط الاكس نص دي هي دي معامل الامتصاص الخطي اللي انا عايزه اعينه اصلا من الدرجه بس